يجي ولد على الدنيا لازم يكونوا زوجين مع بعض صح؟ حتى لو هنن ما بدهن هذا الشيء، مجبورين يعيشوا مع بعض لأنهن عاجزين، بس هنن ما رح يجيهن ولا ولد هلا. طيب فكري معي، لما ما يكون في حمل رح يكون رد فعل لاعب الكريكت حازم، لما بريتا تشوف ردة فعل كاران اللي ما رح تكون متوقعتها وقتها فورا رح تتطلق، لأنه بريتا هي هيك مرة فخورة بحالة، رح يقل احترامها لحالة وما رح يضل عندها أي خيار تاني غير الطلاق. أنت بتعرف بريتا منيح صح؟ حكيك صح، بريتا مرة فخورة كتير، بس مفكر هالشي منيح؟ تتوقع أنها رح تتطلق؟ وليش؟ كرمالك أنت؟ أه؟ مفكر لما أنت تجي تخرب شوية قصص بسيطة بحياتها رح تتمنى تتركه لكاران وتجي لعندها؟ لا شارلين، مو مزبوط هالحكي أبدا. لا صحيح؟ بريتفي، بتعرف؟ أنت حدا فظيع ومقرف كمان، وبتعرف إذا بيطلبوا منك تختار بيني وبين بريتا اللي وقتها أنت مين رح تختار فينا؟ ما رح تختارني ورح تختارها إلها. بس بكفي، أي أنا رح أعمل اللي بدي إياه. طيب انسي شو رح أعمل، أنت المرة الثانية بحياتي، الأولى قرري أنت لحالك مين. مرة بتقولي بريتا ومرة بتقولي كريتيكا، شو اعتمدي؟ رح تعمل اللي بدك يا انت رحت تزوجت كريتيكا، هاي المرة الثانية بحياتك بالنسبة لي، بس بريتا هي دائما في إلها مكان بقلبك، دائما بتحلم فيها وبدك اياها بحياتك، بدك اياها تعمل لك الشغلات اللي بتتمناها. لك بتعرف ما عم افهم انت ليش عم تفكر فيها اصلا. انت فهمان الموضوع غلط، وغلط كتير كبير. عن جد؟ انت دائما بتفهميني غلط، بتعملي حالك مو عارفانة، وانت بتعرفي كل شيء، بتعرفي اني انا بحبك انت وبس، ولو مزبوط انا حبيبتي. طيب انت فكري شوي، كنت رح اترك خطتك تنجح ونجحت لما انت حاولتي تقتلي بريتا وابنها اللي ما ولد لسه. طبعا انا ما خليتك تنجحي بخطتك، بس بتعرفي ليش؟ لانه كان بدي انقذك لك انا. ايه انت بتعرفي كتير منيح شو كان رح يصير فيكي لو قتلتي ابنها لبريتا لو بالغلط. وقتها بشو كنتي رح تحسي؟ انت كنتي رح تحسي بالذنب، انت كنتي رح تحسي بهالشي، بس بعدين لاني بعرفك منيح انت لازم تتشكريني، ومو بس لهيك كمان لانك تركتيني واجيتي لهون لما كنت انا مسافر، مو هيك عملتي؟ وانا وصلت لهون بالوقت المناسب لحتى ساعدك، وللمره الثانيه انا ساعدتك. انت حرقتي المطبخ صح؟ استني خليني كفيك، اليوم رح احكي كل شيء ورح تسمعيني. انت حرقتي المطبخ وسوناكشي شافتك تصرفتي هيك وراحت خبرت الكل بهذا الشيء صح؟ والكل صدقه وما فكروا انها عم تكذب، وعملت كل هالتمثيليه والكل تعاطف معك وقتها، الكل فكرك واقعه بورطه، فكيف رح تعملي مشاكل لحدا تاني بس انا كذبت لك اياها قدامهم باللي عملته؟ حبيبتي ولو ما انا انقذتك بالمرتين فبتعرفي شو اللي كان رح يصير لك؟ كنتي رح تفوتي على السجن وقتها، انا دائما بنقذك وبساعدك بكل مشاكلك، وانت عم تلعبي فيني على كيفك وتتزاكي علي، كل مرة بيخلص الموضوع بأنه يشفقوا عليكي بدل ما يعتبوا عليكي. ليش؟ بسببي، لأني بوقف معك بكل شي بتوقعي فيه وبعمل الموضوع لصالحك. قولي لي شو اللي ما عملت لك يا لهلا، وأنتي أنتي دايما عم تتهميني ظلم. لا بكفي، أنا تحملت كتير، ما رح أقدر أتحمل أكتر. سلام. رجاء رجاء اسمعني شوي، استنى. خلاص أنا كتير آسفة، آسفة. وبعدين أنا بعرفك إنك بتحبني كتير، وكمان أنت كل شي بحياتي، ما فيني خلي حدا يشاركني فيك، أنا عن جد بحبك. وأنا كمان بحبك شارلين. شكراً لك، هلأ صار فيني أقول إنه الزعفران صار بكمية منيحة. شكراً. بنتي بريتا اشربي هاي حليب بالزعفران، يلا اشربي. آه صح، أنتي في حنة على إيديك وما فيكي تاخديها. بس أنا إيدي نضاف ورح شربها. حلو صهري كرام، فيك تقعد وتخليها تشرب الحليب وانت مرتاح، يعني ما في داعي انك تضل واقف. يلا. ايه مزبوط. بتمنى انكم تضلوا مبسوطين وعلى طول، وما بدي حدا يأذيكم. شكرا ستي. يلا. كرام اللي عم تعمله هلا
عم يخلي مهمتي بإقناع سونا شي كتير صعب، هيك ما بيمشي الحال معي. سونا طلبت مني خليك تنصحني كيف خليها مبسوطة وما زعلها مني، بس عن جد حركاتك هي كتير عم تصعب علي الأمور عن جد. أنا آسف آسف كارام، هلأ أنا ضفت غلط جديد على قائمة أخطائي السابقة، ما فيني أقول هالشي قدام الكل تمام؟ ما كان لازم أقول إني طلبت تنصحني، هذا الغلط رح يخلي سونا تنزعج مني. ما حدا رح يزعجها، خليني أقول لك شي، قول لسونا تتعلم تعمل خبز مثل بريتا، مع أني متأكد ما رح تقدر. طالما هيك خلي الحنة تنشف عن إيدي أول يا كاران لوترا، ورح فرجيك أني بعرف أعمل خبز مدور وكتير طيب، وأنت رح يوجعك راسك من هالصدمة. عن جد؟ فيكي تعملي خبز مدور؟ شو مفكر لك؟ إذا أنت بتطلب من كاران يعلمك كيف تخلي مرتك مبسوطة مثله، أنا كمان فيني أطلب من بريتا تعلمني كيف أعمل خبز مدور. شو بريتا؟ مين رح يساعدني ساوي الخبز المدور؟ إيه أكيد بساعدك، بس مو اليوم، إذا بتعملي خبز وفي حنة على إيدك فأكيد رح يروح اللون عنهم، ونحن ما بدنا يصير هيك. معقول؟ شو بدي ضل عم بعمل الخبز المدور لزوجي المستقبلي كل العمر؟ في عندي غير شيء، أنا بس بدي أثبت لهم لهدول الاثنين هي كل القصة. لو سمحتي علميني كيف أعمل الخبز. طيب تكرمي، بس مو اليوم، بكرة أعطيها للحنة وقت لحتى يثبت لونها. إيه بتشوفوا كيف رح أغلبكم أنتوا الاثنين. ما رح نخسر، ما رح تقدري تعملي شرطك. شايفين؟ هدول الأولاد كتير شايفين حالهم، ما هيك؟ سونا حدا مميز وما حدا مثلك، بكرة رح تعاقبكم ورح تشوفوا هالشي. ايه؟ انت حبيبتي إلي ولا إلا؟ وبنتي بريتا كمان شاطرة، فيها تعلم أي حدا وبأي وقت. وأنا بوافقك بهالشي، مرت أخي بريتا مرة بتاخد العقل، بعدين أنا تعلمت منها دروس كتيرة بالحياة مو بس دروس المطبخ، مو هيك مرت أخي؟ ايه أكيد، ما هي بالنهاية أختي. عفواً بس ما فيك تحكي هالحكي كل العمرها. ايه صح هي بتكون أختك، بس كمان بتكون مرت أخي وبعتبرها أختي تمام؟ رح أقتلك. إيه ما بتعرفي عاجتك بقى. يعني أنت هيك رأيك راجع؟ ايه طبعاً ما فيك كله تمام؟ ايه كل شي تمام. هذا الشري كانت بيكون عمره جاد، مبين شخص غريب كتير، واثقة إنه هو بيعرف شي، والمفروض كل العيلة تكون بتعرف هالشي، بس راجات مبين انه هو ولد منيح، بس ما بعرف يا ترى عن جد هو قلبه طيب مثل كاران او هو سيء مثل عمه هاد. بيبين انه حدا لطيف كتير، بس بالحقيقه يمكن يطلع شخص مانه منيح ابدا. بتذكر انا كرهته لبريدفي من اول ما شفته، بس مو مثل حاله راجات، هالشي كتير مختلف. لوقتها يا محققه شريستي خلينا نحط راجات تحت الاختبار، اختبار صغير كتير. لازم تتعلمي تساوي. ماشي سونا. مرحبا. شريستي أهلين. بالمناسبة أنت رح تتفاجئي لما تعرفي أني عم أخذ نصائح بالحب من صهرك كاران. وحزري كاران شو اقترح علي؟ قال لي إذا أنا بدي ألفت انتباه سونا فلازم أني أحكي معي، حتى أني أخذت رقمك منه، اتصلت فيكي بالليل وبعتلك رسائل بس ما كنتي عم تردي علي. بس هيك شغلات ما بتتناقش على التليفون أو بالرسائل. أنا أجيت كل هالمسافة لقلك كيف بدك تكسب قلبها لسونا، بس طبعاً قبل هالشي لازم تكسب قلبي أنا.